لك الله الله يا سيد. مباراة كرة قدم فرقتين بالتأكيد كبار جدا، هم أكبر فرقتين في الشرق الأوسط مش في الكرة المصرية بس وفي أفريقيا، فأتمنى مباراة كورة تطلع مباراة كورة زي ما هتخش مباراة كورة تطلع مباراة كورة. أتمنى التوفيق يكون حليفنا بإذن الله تعالى، وتتعامل مع اللقاء بشكل إيجابي إن شاء الله.